هوية بريس. وبالنسبة للركن الاقتصادي للحافلات اخويا كما كتشوف راه من احسن الحافلات، انت من احسن الحافلات. الركن اللي كاين هو كنشوفوا المحطة ما بقاتش خدامة كما هي، النقل ديال الكيران عادي المستوى لواحد الدرجة اللي نزلات بكثيرة، كنلاحظوا الناس راه مضرورين لواحد الاقصى درجة. كنتمناو من الله هاد الامور تتحسن، ما تبقاش الامور كما هي. المشكل اللي كاين راه باين، راه من كاع بزاف ديال الحالات، راه الاقتصاد نازل في وسط البلاد. نتمناو الله تحسن، نتمناو الله من. وبالنسبه خويا الحاله ديال العواشر كتكون الامور مزيانه، كيجيو العواشر كنخدموا داك السيمانه ديال العواشر، كتدخل وكتخرج، فهمتي؟ عادي كتكون الامور، راه الناس كتكون خدامه هنايا، راه كما كتعرفوا مدينه فاس راه مدينه ديال الصناعه التقليديه، الناس راه كيخدموا هنا من المدن، كيجيو كيمشيو. كنتمناو من الله، ما عرفناش هذا الشيء منا الجاي واش الامور ديال الحافلات الحمد لله كما كتشوفوا راه الحافلات من احسن الحافلات عندنا في الاتجاه ديال الناظور، في الاتجاه ديال الدار البيضاء عندنا من احسن الحافلات، الغزاله عندنا، سي تي ام عندنا، باب الله عندنا، اسامه عندنا، بلادي عندنا من احسن الحافلات الحمد لله. ما كاينش شي حاجه اللي غنقولوا عليها زعما ما كاينش حافلات ولا. كنتمناو من الله الخير. الثمن ديال التذاكر عادي، الثمن التذاكر كما كنقطعوا في الايام العاديه كنقطعوا دابا، ما كاين لا زياده لا حتى شي حاجه. الثمن التذاكر عادي بالنسبه، ما كاين حتى شي واحد، كاين واحد حتى شي حد هنا ما كيزيد شي درهم على شي واحد. شكرا. كلشي الحمد لله غادي في امان الله وحفظه، نتمناو من الله الخير. خويا الحركه ناقصه، ماشي بحال الايام ديال السنوات اللي دازوا، ولكن دابا هذه السنه هذه ديال 2023 الحركه ناقصه من ناحيه الترونسبور خويا. يعني في نظر قشوي شو السبب ديال غياب المسافرين اللي كيسافروا للمدن واحده اخرى وين كتستقبل فاس دابا؟ دابا فاس كتستقبل خويا، واش فهمتي؟ دابا فاس ما كاينش اللي كيسافر دابا لشي مدينه، فاس كتستقبل الناس ديالها، اللي كل واحد اللي خدام في طنجة، اللي خدام في كازا، اللي في كادير، مور العيد ان شاء الله عاد الدفع من ناحيه الترونسبور. واش الغلام اثر على غياب المسافرين وارتفاع؟ وا الغلام اثر على هاد المواطنين باش ما كيسافروش. شي تلاف هو ماشي من غالة، ما نزيد نفس الاسعار. الغلا ديال المازوت، ديال الاسعار في هادشي ديال المعيشه، وما من ناحيه الثمن ديال الترونسبور التذاكر مازال هو ما كاين لا زياده لا والو. السنوات اللي دازو كتكون الحركه احسن من دابا. 2023 المحطه خاويه، ما كاين لا مسافرين لا فياجور لا والو، كيران كيخرجوا خاوي. هوية بريس.